تناقش لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح التراجع عن اقتراح تكليف حكام مصريين بإدارة لقاء الأهلي والزمالك بالأسبوع 34 للدوري الممتاز. وأبدى مسؤول اتحاد الكرة قلقهم من مسألة تعيين حكام مصريين لإدارة اللقاء، خاصة وأنه في حالة حدوث أخطاء بشكل واضح ضد الزمالك ستزيد حدة الأزمات بين مسؤولي الجبلاية والقلعة البيضاء، خاصة وأن الأمور مشتعلة بين الطرفين مؤخرا بعدما حصل مرتضى منصور رئيس النادي على حكم بإعادة لقاء الزمالك والمقصة ويتمسك الزمالك بتنفيذه، في الوقت الذي يرفض فيه اتحاد الكرة بشدة بداعي عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، كما أن إعادة المباراة عن طريق حكم قضائي سيعرض الكرة المصرية لعقوبات من الفيفا.